سي طارق كيما قاعدين نراو الانشطه كل موجوده، يعني زير كيف يجي يلقى اللي حاجته بها برامو. بطبيعة الأنشطة كل موجودة، ومعناتها هذه فرصة باش نعرفوا بمختلف الاختصاصات تاع الصناعة التقليدية، هذاك علاش معناها في إطار معناتها تبادل الخبرات والمهارات بين الحرفيين، وتعرف على خصوصية الجهات الأخرى في مجال الصناعة التقليدية. حبينا معناها تكون فما معناها معرض وطني فيه كل معناتها الشرائح نتاع الحرفيين، اختصاصات النسائية والرجالية، كما قاعدين نشوفوا هنا مثلا بالنسبة للتطريز، تطريز على الحياة كذا اختصاص معناتها موجود في ولاية قروان، أن نعرفوا بالنسبة للحياة كعطاها كما نقولوا إضافة جديدة، في كونه معناتها الاستعمال نتاعو تبدل، معناتها ما عادش استعمال الحياك في اللباس اليومي العادي، لا ولا فما استعمالات اخرى خاصه معناتها في مثلا في الفروشات، خاصه في اللبسه نتاع المراه تبدلت، معناتها ما عادش تلبس الحياك الكابل ولا تلبس معناتها يعني البرنوس والجبه، وهذا عنصر هام معناه قاعد يلعب عليه الديوان اللي هو النهوض بالجوده وكذلك البحث والتجديد في المجال نتاع الصناعات التقليديه. نحن الحقيقه لقينا برشا اختصاصات اللي هي متوفره كما نقولوا في القروان، لكن التقنيات نتاع الانجاز كما نقولوا تختلف من ولايه الى ولايه. يعني كما قلنا القروان هي عاصمه للصناعات التقليديه وفيها المجمل تقريب الاختصاصات، ولكن لقينا اختصاصات اخرى اللي هي مش متعارفه في القروان واللي هي معناتها كما نقولوا موجوده في جهات اخرى، فرصه بالنسبه للحرفيين خاصه يعني سواء من ولايه قروان او من خارج ولايه قروان، كما قلنا معناتها انه 23 ولايه حاضرين معنا هنا، فرصه باش معناها يتبادلوا الخبرات في مبادئ. فرصه زاده بمناسبه المولد النبوي الشريف، هذه فرصه دينيه كبيره اللي تلم الناس الكل وتلم الحرفيين الكل. نحن تعرف انه بالنسبه خاصه الترويج نتاع المنتوج معناتها فيه جانب اللي هو التجاره الالكترونيه، ولكن فيه بالنسبه للحرفيين انه هو المعارض نتاع الصناعه التقليديه، اي نظمها ديوان الصناعه التقليديه سواء على مستوى محلي سواء على مستوى جهه وسواء على مستوى حتى دولي، دونك هذه فرصه بالنسبه للحرفيين باش يروجوا معناتها للمنتوج نتاعهم ويعرفوا به. دونك نحن تو معناتها بالنسبه لهذايا خاصه فرصه قلنا حتى بالنسبه للحرفيين الجدد اللي هما متخرجين من المعاهد العليا نتاع الفنون والحرف، او معناها متخرجين من معناها متحصلين على شهاده عليا، انه عملوا استثمار في المجال بتاع الصناعه التقليديه وبعثوا مشاريع وكانوا حاضرين معنا اليوم، خصصنا لهم معناتها ستون كامل معناها ليهم هما. نلقاو مثلا نلقاو شهاده شكر وتقدير يتم اسناد يعني للمشاركين. بالطبيعه شهاده شكر وتقدير، كذلك نحن الدعم خاصه معناتها من قبل مصالح الديوان الوطني للصناعه التقليديه، انه ستون مجاني معناها وحتى التجهيزات معناها كل اللي وفرها الديوان الصناعه التقليديه الحرفي، والغرض نتاعو هو التشجيع الحرفي على الترويج نتاع منتوجه. نبداو نشريو المعون، فما تيجيونا خاطر نصابه من كل بقعه، نشريو برشا معون، نهبطوا نتسوقوا في نهار المولد، قبل نهار المولد، ليله المولد بالضبط، نعملوا العصيده نتاعنا، فما ومن بعد نخرجوا نتفرجوا، العباد جينا من كل بلاصه، الاف فما تيجيونا، نخرجوا بحذا جامع الكبير، نشوفوا الاجواء غادي، فما نمشيو نتفرجوا، اجواء غير عاديه، فما مدينه اسلاميه، فما الناس الكل تجينا من كل بقعه من كل ولايه، فما الاف تقى هنا، الاف حتى من الاقتصاد يتحرك. احنا المولد هناك يعني نحضروا المقروض، يعني جوان المولد في القروان ما تلقيتش حتى في بقع، صلي على النبي، يعني تو تنجم تقول باللي هو ما قعدش كما قبل، اما مصلي على النبي في كم الجمهورية ما تلقيتش كما القروان هناك. كيفاش كان قبل؟ كان جو كبير ياسر وكذا، كونه على حسب الطقس نتاع الاقتصاد نتاع البلاد وكذا، ولت ناس ضعاف ماشي كيما قبل، بكري كانت ناس في رفاهيه وتهبط من بعيد ومن قريب، ولي راهي اكبر ولي نتاع القروان راهي مصلي على النبي، لكن هي اول حاجه القروان ما لاهي بها حد، ناس عايشه فلاحه كما قالوا، ناس تخدم وكذا، بقينا في المولد تهبط، يعني هي من اليوم صلي على النبي تشوف الجو بالحده دي ما تنجمش تلقى منين تهبط. صلي على النبي معناها لكن تحفوا به ياسر بالحصيده العربي معناها كذا، اما تو هي ولت العصيد السوري وكذا، اما اكثريه الرياف وكذا تو نعتبروا شادين في العاده نتاعنا القديمه بالعصيد العربي ومعناها وبالزيتون الزيتونه وبالزبده وبالكذا واحد، ومصلي على النبي كما قال بالنسبه للقروان ما تلقاش كيفها
بالمول. قبل كل شيء نبدأ بالفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد مكة والهجرة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد هذوكما هاجر عقبة من نافع القروان وأسس عقبة من نافع المسجد عقبة من نافع، وبعد جاءت الدولة الأغلبية في وقت الزعيم بورقيبة من السوق حتى حمة الجامعة، هذيك من جامعة عقبة من نافع حمة للسوق كل شيء، تلقى الزرابي منا ومنا، يعني من الواجهة منا ومنا، يعني كل واحد يخرج زربيته ويعلقها منا ومنا، يعني فوق أي حانوت تلقى زربية والأنوار ساطعة وكل شيء ساطع. يعني جاء الفتوحات الإسلامية بعد القيروان، هي الرابعة إسلاميا، لا هي اللي جاها عقبة من نافع فاتح في الإسلام، وهي من هنا بدأت الفتوحات. من ذلك طارق بن زياد حسان بن نعمان وأسس حتى طارق عقبة بن نافع مشى حتى الجزائر ودخل للمغرب، وطارق بن زياد بعدها جاء وفتح الأندلس. أحسن احتفال عنا في مدينة القيروان هو المولد النبوي الشريف. نحن كقراوان فهمتوا لي نحضروا له، صلي على النبي بجهود الشباب، توا نظفنا بلاد كامله، الناس فزعت، فهمت، بتلقى باراده من نفسها كيكا وحدهم، فهمتني، نظفوا البلاد الكل. انا كتاكسيس ندور في وسط البلاد، معناها يوميا نعم في تراجي برسك 200 كيلومتر في القيروان. ما شاء الله الوالي قايم بواجبه، البلدية قايمه بواجبها، الانتصاب الفوضي نحوه من البلاد، الدنيا نظموها، ما شاء تحسها معناها عرس عرس باتم معنى الكلمه. بسم الله ما شاء الله الامور طيبه، ضيوفنا مرحبا بهم، فهمت ولا، ونحضروا لهم حتى في اماكن وين يرتاحوا، ونجمع الكبير فهمتني وانا واللوطه البطحه الكبيره لوطه، حضروا لهم باش الناس تجي ترتاح والناس فهمت ولا ما تتعبش، حضرنا لهم، رانا فرحانين بهم، حتى الديار محلوله فهمتني، مرحبا بهم من في اي من اي مكان يجيونا، من كامل ولايه، من كامل تراب التونسي، ان شاء الله مرحبا بهم الكل. احنا جينا من ولايه منوبه، استدعاونا في القريه الحرفيه نتاع القروين. المانيفستاسيون هذه ثاني عام تتعمل في دار الطابع كيفما يقولوا هما. الحركيه الى حد الان معتدله، مازال ما فماش برشا عباده، ما ان شاء الله متوقع انه الخميس والجمعه والسبت باش يكون الفلو اكبر نتاع الناس، انا نستناه وان شاء الله ربي يسهل. اما البرا مثلا البارح فما برشا حفلات، ومشينا ديجا في الكومبلكس كولتوريل فما سهريه البارح، ويحكيوا زاد كيف كيف اليوم وغدوه فما برشا حلقات دينيه وانشطه وبرشا حاجات. والله فيها برشا حركيه، ديجا من الولايات الكل جينا، منوبه، سيدي بوزيد، توزر، تبارك الله القراوه مرحبين بينا وفرحانين بينا، جينا باش نعرضوا منتوجاتنا عن طريق المندوبية نتاعنا نتاع منوبة. حركة باهية، فما أمبيونس، فما جو، كل ليلة فما سهرية هوني. مولد هنا في القروين ما شاء الله احتفاليات كبيرة برشا، ما شاء الله وسط البلاد يتعبى، تتزين البلاد بأحلى حلة نحاسية، ما شاء الله خير ربي، تبدل معناها تتزين البلاد كلها بالقدا، يجيوا من كل شيرة من كل بر، سواء من تونس من خارج تونس، احتفالات كبيرة برشا، ديار نحذروها من كل شيء، يجيونا ضيف من بلدان أخرى بخلاف تونس بخلاف معناها القروان، أجواء كبيرة برشا هنا ما شاء الله. ديما في العادات والتقاليد نتاع المولد النبوي الشريف، واحنا متواجدين بطبيعة في القروان، لكن في القروان يجيوا ناس من ولايات أخرى هم كذلك عندهم عاداتهم وتقاليدهم. فما أمي زهرة هوني موجودة قاعدة عندك صناعات تقليدية هكا تجي تعرض هوني أمي زهرة؟ نجي كل عام اللهم صل على النبي، نمشي لكل المعارض كامل الولايات، كل معرض نمشي له، معرض قروان زاد كل عام نجيه ما شاء الله.
ما شاء الله الله يبارك. فما قبال ياخذوا من عندك؟ والله اليوم أمس واليوم ها ولامس بعنا وامس واليوم ما فماش مزالوا الناس تستنى في العطلة كل يستنى في الجمعة والسبت. انت جيت في المولد لهنا البقالته شنو اللي تحضروا للمولد؟ شنو تحذيراتكم للنهار الكبير يعني المولد سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ احنا اللهم صلي على النبي وصلي عليه وسلم سيدنا محمد نعملوا عصيد الزقوق والعوايد متاعنا ونعملوا العصيد البيضة. العصيد البيضة نعملها بالرب ولا بالعسل رب الخروب تقبل قبل فما ناس تحط البسيسة سيدنا محمد قبل صلى عليه وسلم عصيدة بيضة بالبسيسة. احنا قعدنا في العوايد دوكلي كان بنات تورة هي تعمل الزقوق اما احنا قعدنا في عوايدنا نعملوا العصيدة بالزيت والرب ولا والرب متاع الخروب رب خروب هذيك عادتنا احنا البقالتي نعملوا كان الخروب قوية لا بهايلة علاش احنا البقالتي ديما الله يبارك صحاح وحمر وما يكبروش يعني تعرف عمري قداش علاش عمرك هادي تو عمري 70 عام ما شاء الله اي وتعب وشاقي ونخدم ونجري ونسلت ليل ونهار واحد اخرى كان مشتاكل فك الحوايج العربي راهي مشات. المولد عندك انت عنده نكهة اخرى ومزارة شنية المولد عنده نكهة اخرى عندك انت يعني حبيت مولد النبي يعني نعز وخير من كل العيد والله خير من كل العيد نفرح بمولد النبي برشا زادة الله اللهم صل على نبينا بينا شفيك نفرحوا به ونفرحوا بالمولد والله نصلي عن به الصداقة والهزان ونذوقوا بعضنا. بالك انت غدوة باش تعيش المولد في باش تعيشوا في القروان في القروان كل عام والله نصلي عن به عادي في القروان عندي بنتي هي وليداتها واختي ملمومين وعندي الله يرحم ولادي ضابط شرطة توفى قعدت لي كان البنية واني الله يبارك كاينيش نعيد في بلادي وعندي صحابي وحبابي هنا اللهم صلي عن بيك بناتي ولادي وعن المندوبة ضي من السينة في كل شيء يعطيه الصحة كطارق كل عام دوما نسمعوا بمعرض هذا مولد النبي معرض القروان نصلي عن بي نجيو نجيو علاش من الأخلاق وتشرفين بينا فرحانين بينا حطونا وين نباتوا وفما قبال بالفرحة بفضلكم إذا وفيك وربي عزك وإن شاء الله كل عام حيين بخير وربي شدكم صحة بدنكم وإن شاء الله تونس تركح وإن شاء الله وبربي توصلوا حاجة برك لسيد الرئيس توصلوا حاجة لسيد الرئيس خلوا يا سيد الرئيس بربي ربي يجيبك في الصواب وربي يبعد عليك الإرهاب خد منا وليداتنا وخد منا كالشباب الضايع وخلي معاش يحرقوا لمات مشحطة لمات حزانة لمات مسكنات مقهورة والمرأة راجلها يمشي عليها تعيش الجالة وتربي اليتام يا سيد قيس يعيشك وربي يحييك ويدرق عليك في كل طريق انت ومرتك ودراريك ونقول له راه عمرك مية وصحتك قوية وتكلم فيك زهر البقلوتية وربي يحيي لك مرتك الطولبيه